my bitches with gun fingers. Real niggas, fingers on nickel plated non-triggers. Won't see my enemies defeated. I catch them while they ball. ديزولي على الروتار الولاد ديزولي ربع ساعة كافر من سايب ساعة قدام محمد يا باشا وينك وين برشا لغة برشا كلام برشا قباحة برشا بلادة كلاي والكوكي برشا بلادة برشا بلادة كلاي والكوك هذا يا خويا دان لو طون خويا وصاب الحمد لله عاجب بالكلام تعال يا معلم عاش خويا وين سمعت لهم بالمايك وين الناس الدايره يا معلم وين الناس اللي ضاربه اليمين كوكي ايه كوكي ابو حميد من فوتو شيء كحلة يا ابو حميد تصويره الاسبوع كلايبي بيجي والرادي شال يا رامي شال على قريب ساعة بعد سيف إن شاء الله مرة الجاية وين الرفشة في الدار صعب في الدار هما ليلة أوبن مايك ليلة أوبن مايك فرح بيه برجية جملة اللي عنده مقول في روحه مرح بيه مستنسين عملها كنار ثلاثة لغالب البارح تفيد جيت حكايات أبجل لغالب خويا وانتم زيدا مبجلين ومكرمين أما البارح لغالب عندي ما نعمل مش يالش اليوم أوبن مايك عوضناه باليوم مرحبا برجية جملة اللي حب يطلع يفريستاري مرحبا بيه وناشحة وماشية الدنيا وتابت على اليوتيوب وبرشا رجال قاعدة تعرف على بعضها بعد الفريستايل هذايا
Hey, took the pot. Mrigal, you got to do it. Mrigal, boy. Mrigal, got to do it. It's the balls. Oh, motherfucker. Hey, hey, you. Yes, you, motherfucker. You, motherfucker. سمعنا فينيكس اه خويا نحن انا ونعملوا في اوبن مايك عملنا جيست اون ترين تاع غنيه مرحبا بالرجال جمله شكون عندنا فريستايل شكون عندنا الدنيا باش نوريكم التصويره نتاع نتاع الاسبوع بالرسمي اقوى تصويره صارت نهارنا هذوما باش نبدا لكم تاو دقيقه بركه التصويره لا 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 محمد رسول الله وين التصويره هذه التصويره نتاع الاسبوع اليوم خويا كلابي بيجي عرس ان شاء الله ربي يهنيه وهذاك معاه المعلم رادي خويا محلاه راهو كي تشوف الرجال والناس شيخ اللهم صل على النبي احلى رجال واحلى عباد واحلى رابريت واحلى تونس واحلى عالم جمله هاي شكون خويا باش نفرحوا به الاولاني اليوم اوكي صاحبي الزكري برا مرحبا بخويا تليفون على جنب الاولاد باش تتهموا جنب تكسبتي ومن بعد تحط تليفونك على جنب باش تبدا الدنيا هانيه وامورنا واضحه وتعدى اوبن مايك عالمي باذن الله احمد باشا راهو انت كي ديما نغلط فيك ديما ماشي في بالي الراديو انت راهو لا يشكون خويا مش يستفتح اليوم بالاوبن مايك تليفون بالعرض كما تفهمنا خويا وجاكم احلى شيء ليتس دو ات هاي هافا ما سيربريز خويا أفا ما سيربريز الأولاد أفا ما شكول تعالى معنا في اللايف زاد برا نبدأ بالراجل الأولاني أيمن مليتي برا أيمن تليفون بالعرض الأولاد وجاو نحلى جو بديناكم بالكوكي هو كلافي بتجي وكل عاد الموسيقى ما زالت موجودة أخوي ما زالت موجودة ديما نتفرج في اللايف سيتو حبيت ما يسالش اللي ما خلطش على اللايف كي نفسخوا الاولاد اللايف راه يدخل كحله تي في قاع اللايف تدخل كحله تي في خويا تقاع اللايف موجود جو احلى جو هاي شكون هادي وينو وينو هادي وينو شكون هادي وينكم هاي يا ماما وينو اوبن مايك يا حوته اوبن مايك يا ماما It's too loud. Where I am? It's too loud. Where I am? Okay, so okay, sir. I'm in Melody Valley. Where you are? Call the community. موجود فما برشا حس. حلو الفاست فيسبوك جديد هذا. وين مسيرة مونتاج؟ ما عادش نعبد بعد ذنبي حد يطلع. وين الرجال ماما؟ هاي 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 ما شاء الله. تليفون بنعرف على الشعب الغور عدنا بعد الفاصل وريناكم تصوير كلاش على ربي امين مع اخونا الرادي وحلاها كتشوف رجال من الامه مع بعضها اللهم صل على النبي هل يديك يلا حبوا عشونا كيما الاكس لافا ارضا كنت حظا مرحبا مرحبا سلام صاحبي صباح جوك بيه اخويا صاحبي لباس الحمد لله جوك بيه انت والله الحمد لله صاحبي جوكم حفالي يا اخويا ديما في الويو الحمد لله ديما ان شاء الله ديما كيك اخويا ان شاء الله ديما كيك ديما برفخينا وديما جاونا احلى جو ان شاء الله يا اخويا جروب حلو برشا صاحبي وتعرف فيه برشا رجال يا الحمد لله معرفتك في رجال كنوز عشيري اكيد اكيد عشيري صاحبي انا سليمان من فما فريستايل من عيش فقس نتشرفوا نتشرفوا خويا بيك عايشك فما فريستايل صاحبي دار ماما ماكش فاهمة اللعبة جملة عشيري انت كيفاش فما فريستايل يا سليم عندك فريستايل هذا اوبن مايك اسمه فريستايل معناه تطلع باش تربي خويا باش تربي معناه انا فاهم انا فاهمش في الراب كان شويه مزود وبرا جاوك بيه ما لا جاوك بيه صاحبي ان شاء الله ربي معاك غالي مش فاهم اللعبه مرحبا بخويا عايش خويا يشرف عايش خويا
عاشك تشرب بابا. سلام سلام. الشعب خنق بالانتفاضة هذا يبقى حافة هذا كيف الاكسلاب ساعة البيل وساعة البيل وساعة حكومة يزيد الضحك يا خرب يا خرب يا معدومة لغة سفران عيونه من بعده شو هو؟ الرابر يظهر من وجهه، الرابر يظهر من وجهه راه سمرت وراني، الرابر يظهر من وجهه. جوك بي ظهر سيدنا مريول حاضر 100%. ما يسالش انا جربت بيه عرفت نجم دخل عبيد في اللايف ولا ما يسالش نجحت الحكايه. اول فريستايل نعمله فريستايل عطايا يا حوته والعب لعب خويا. باهي صافي كيفاه من غير ما نحط موزيكا فريستايل ياك؟ اي نورمالمون كان عندك انسترومونتال تحطهم كان ما عندكش فما حتى بروبليم نورمال صح. حط موزيكا اها مريق حط الموزيكا تنجح خير خويا. باهي صاحبي تستناني معناها؟ مش برشا. تيك تاك صاحبي تيك تاك تيك تاك. باهي باهي يا برا صاحبي نبدا لك من غير موزيكا برا خويا ومن بعد رجعنا بالموزيكا. راه اللغة مش تعرف تبلش على اليوتيوب راه وماك تعرف في تونس تخرج عريان صعب تعدي عادي وين القضية راه في بالي صاحبي في بالي عليه مصور النص مصور النص جو على جو مريق خويا مريق. نحط لك موزيكا مال على الفاز ومن بعد ارجع بالموزيكا مش سيرش خلينا نخليوك تنجح ساعة ومن بعد ترجع بالموزيكا. باهي صاحبي نبدا نبدا ايه يبدأ يا حوت بلاد الحشية ورطة زلقة قبل الفلقة كي تتعب ما تلقى جيب الفلوس من راس الزنقة حناش تقبض على الورقة ملا سايب عليك من ريسك شد البحر ونيك هربة مخي اللي يخدم في عقله وانا اللي نمشي بالزربة اللغة ملا 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 فاكل عليه بش تجي طول فريوسنا برشا شهور ايرن سيني كل كل سموك الويد والعيشة فول تشم الريحة ياخي زدور صاحبي نفس فهمني مازال ماشي ليش تقول لك حكاية هي صحيح اللغة مش تابعة على اليوتيوب تسمع فيا ولا هاي طبعا نسمع فيك ركح موزيكتك وركح دنيتك وعالمك وانا تو مش نطلع لكم انسان باش يشعلكم على الاخر باش نيكي دخلها في الحيط وبعده هو فما سيربريز بعده هو فما انسان رابور قاعد يتفرج باش يطلع معانا بيه خويا لا مش نحسب روحنا ما سمعنا شيء باش تعبت انت وحدك وحدك ومن بعد نرجعوا لك ماما بالموزيكا والدنيا والكاليتي والعالم جمله اوكي يا صاحبي نمسخ خميس عليك مالنا شيء نو ما خاطر ما سمعناكش كومي فو نحبها بالموزيكا والعالم جمله نحبها خدمه مخدومه صح باهي صاحبي باهي عاش ود بلاد برا ماما سياس روحك السلام عليكم شاب ابو سلام يا به يا وين ماما هاي هاي اللي من بعده شكون من بعده يا ودي منتصر بن عمر وليد وليد ما بعث لي ام فيه وسكر تليفون وعاود حل وقت العالم جمله صاحبي خلي تسمع نحب تسمع على القاعدة اليوم نحب تسمع عشان بالرسمي على صح اخويا الكحلة السلام عليكم السلام الناس الكل اخويا شعوالك الكحلة لاباس عليك ولا حبيت نسلم على الجماعة نسلم عليك ما تقوليش تخليك باش تقولي سلام ماكش ماكش تربي ما تقوليش قلت لي باش تقولي سلام ماكش تربي براس امك لا تقولها بجاه ربي الكحلة وقسما بالله اسمعني والله يعني حصل الشرف اني كلمتك فهمتني فقاك غلطت فيا يا اخويا فهمتني مش مشكل صاحبي خاطر نمشي بالترتيب بالراجل يعني حبيت نسلم على الاولاد راه حبيت نسلم على الاولاد جمله الناس كل رجال اللي تبع فينا
حبيت نسلم عليهم. رجاء سلم علينا في كومنتير خويا، سلم علينا في كومنتير ويرحم والدين والديك. والله سخسخت يا كحله والله يرحم والديك. والله ليه خاطر تو تو صارت مره ثانيه هذه حشمتني انا تو على روحي تو رجال استنى باه طلع الكوكي خويا سامحني سامحني عندي ربيع تنحكيو بريفي يا معلم تنحكيو بريفي يا حوته تنحكيو بريفي عندي دي رابير قاعده تستنى عندي كوكي تو يستنى برشا رجال تستنى يحبوا يطلعوا يرابيو انا اوبن مايك هما ابجل هما هما ابجل مني يا اخوي خير ماما خير الناس كل عايش تحلى عايش عايش بابا عايش 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 ما نعطلوش الكوكي خاطر خذيه بخاطرنا كلمته في البريفي اخويا ومشي يجي معانا مشي يحفل لنا الجو غريبه من عند الكوكي ومن بعد نكملوا مع الاولاد جبنا خاطر الكوكي انا كلمته يجي معانا اخويا احلى كوكي واحلى كريم واحلى براف عليكم صفا اخويا براف عليكم ورحمه الله الحمد لله everything is good everything is all right صاحبي كوكي yeah, everything is all right everything is all right boy اي برو حبا اسمع حبا اخويا يرحم والديك جيت معنا ويرحم والدينا ريان جا معنا وسنفره بالرسمي انا كل مره تصير حكايه نتاع سيربريز دايم ربي يا ولدي دايم المولى تعالى دايم المولى تعالى دايم ربي ويسلم عليك المهدي بوها يسلم عليك المهدي بوها ما غير ما نعرفك بالمهدي بوها دي شهادتي تعرفوا جوك على جو سلمك وسلم على خل بوها 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 وراب ابو حميد وعلي ورجال لوي وجمله اخويا رجال جمله اخويا نسلم عليهم بالكل بالقديه بالقديه واحد واحد شخص شخص وين ما كانوا في هذا البلد من الشمال الى الجنوب حومه حومه يا يا غاس وطن تاكل من بعض يس بوي يس يس هاي هذا على فكره هذا اول انسان عمل الاوبن مايك في تونس راهو اول انسان عمل الاوبن مايك وديجا طلع فرشي اللايف نتاع لا 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 محمد رسول الله اه شوف دي جي كوستا لا فرشي اللايف ولا لا والله لا دي جي كوستا عملوا معنا لايف من بعد 3 4 ايام التالي ولا مريت جبت عليك صاحبي جبت قلم اول انسان عمل اوبن مايك في تونس هو الكوكي نهار اللي هبط كلاي وهبط فيها الفايبا وصارت برشا حكايات وبرشا عالم صبري انا بعثوا لك الفيديو هو على اليوتيوب تو موجود خاطر نحكي اوكي ولا مريت ولا مريت والله انا لي مت كل غاطس في الخدمه على الاخر على الاخر دونك هذيك علاش مانيش قاعد نتابع برشا برشا ابي انت كا حبيبي بالرسمي معناها ريسبي على الاخر على الاخر اللي قاعد تعمل فيه الله. حاجه هيستوريك بالقديه بالقديه لازم الناس كل تشهد لك بها الحاجه هذه خاطر سي تري 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 امبورطون اللي قاعد تعمل فيه وهذه حاجه تقعد في تاريخ نتاع الهيب هوب في تونس ما لازمش تتنسى بالكل بالكل ويرحم والدي اللي خذيهم خاطرنا كل خويا اللي جاوا معنا يا ولدي وخيان ربي يستر يا ولدي ربي يستر وخيان Let's give them some good shit. ما اسمعني. Oh yeah. شو معناه MC كوكي؟ شو معناه؟ هذا معناه كنا نستضيف العباد تحنا نستضيف. شو معناه MC؟ MC كوكي ولا MC كذا؟ ها؟ Master of ceremony. بالفرنسية لما على يقولوا لها maître de cérémonie. أنت خد رقبل دوم طلع الهيب هوب ما كانش تمارات. دوم طلع الهيب هوب في الزنية 70 معناه كم عام 73 74 كان ستار نتاع الهيب هوب هو دي جي ما كانش ثم رابور فهمت كان دي جي هو بيدو كان يلعب الموسيقى وهو بيدو اللي يبدا يقول بار اكزومبل يس يس يو تو ذا بيت يو 1 2 يو ما كانش ثم حاجه اسمها رابور فهمت كان هو الام سي يعني هو اللي يشنع كل الناس ويشنع الببليك في الديسكوتيك في البيسمنتس معناها في كما نقولوا احنا في السوسول نتاع الديار نتاع لي ابارتمون كان هو ديما يشنعها ومن بعديك في اوائل الزاني 80 بدا يخرج حاجه اسمها رابر فهمت بدا ترابي اول اغنيه ديجا تسجلت نتاع راب في تاريخ الهيب هوب الكل هي اغنيه اسمها رابرز ديلايت نتاع شوغر هيل جانج ماهمش اول رابوريت لكن اول اغنيه تسجلت في الراب خاطر الرابوريت وقتها كانوا كونتر انهم يسجلوا اغنيه نتاع راب خاطر عندهم هما الهيب هوب انه في لازم يكون لايف معناها فهمت
لكن أول غنية سجلت هي Rapper's Delight وبيان سور ما نجموش ننساو أول دي جي في تاريخ الهيب هوب الكل اللي لولا هو ما يكونش ثم حاجة اسمها هيب هوب اليوم اللي هو دي جي كول هيرك اللي جاء من الجامايك للساوث نتاع البرونكس باك البومباكس نتاعو في الكهرباء وفهمتني ولا لا وبدا هو ينظم في الحفلات تحاسيلو تاريخ كبير برشا برشا سي تري امبورطون انو رابوري تدخل مثال شي دوكيمونتي شويه شويه باش يعرفوا حاجه اسمها هيب هوب خاطر ما تخدم فيها لازم تعرف على الاقل معناها حاجات منها فهمت امبورطون دونك ام سي هو ماستر اوف سيريموني دونك بالفرنسي ماستر دو سيريموني انا انت عملت لايف نهار التالي سميت كلمه الكيب keep it moving برش عباد معناها ما يعرفوهاش وقلتها انت في لايف برش عباد معناها فما تبارك الله الكوكي كنت تحكي مع الكوكي كيما نحن نقولوا عندهم التوباك في اليونايتد ستيت نحن عندنا كوكي في تونس ستريت ارتس والدنيا وعالم تبارك الله ربي يستر ربي يستر احلى كوكي خويا احلى كوكي ان شاء الله خدمهم لي بوحاده فري ستايل اولد سكول اي 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 حكاية عندي برشا لما علم اغنيتهاش اللي هي غنيتي ها ها عنده برشا فتات ما سمعوهاش yeah. مشكلتي ننسى الباروليت انا يا اش ننسى الباروليت يلا 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 علي يا اسي انت فلو وانا فلو عندي من نمو ها دروك انت اي هو الهيب هوب مانيش جوني ديب يو في فيلم بلو ها ها انا بس سموك لا ماذا ماذا فكا انت امسي سكا شبيك تغني هكا ها كي نبدا نسلنجي فوق السن مبانجي شد الماك نفلنجي ادا بي ونسنجي فوكابولاري صعيب يو بورتو مانيش نسوانجي اعطيني المايك برابي اعطيني المايك خليني مبابي خلنا سلابي نكس فوق السن خليني رابي هزي ديك الفوق ها كان عجبك الصوت كانش برا زابي كان عجبك الصوت بديك الزوز كلابي ها يسا انتي راب على الادوين انتي استرسا ما تفكا خود كرسي على جنب برا ترسا ايه از ميت دا بوس ها ميت دا بوس هيب هوب اوريجينال وجبل جلودة كما جيمس براون واو اي فيل جود فوق السن نقمر فيك بالمايك كما كلنت ستودنت زكزك بيك بما رامز كما رابن هود ها ها ha ha say ha ha check this rapper star music makes me high give me freaky tie MIC give me that yeah yeah yes yes yo yes yes yo فوق العشرين سنة في الدومين سمعت برشا رابرت تظن كذبان رابرت بدوره ديما مادة وجوها والرابر الصندي قليل ويني بان تتذكر شي وين كنت ما فاكن فان ما تفاكن فان so get the all the rappers in collective I'm gonna be the boss selected to win the game I'm gonna be selected خلي الناس تشيخ فوق السين يو يو ها يمتو الناس تخير من اللي مشاء علي بي يو يو say in نيم ميني ماني مو عندي برشا فلوس كيما الكالرز اوف ذا ريمبو راني قوي في الدومين اقوى من ديمبو ديما هاد بيك يو تقول شريك بلمبو 1 تو ذا 2 يو 3 تو ذا 4 I can kill him with just one rhyme كيما مولي جي جمو يو ستيلي في الهيب هوب اكيد في الصور ريجيدي رو انت تغني دوري مي فاسو وانا صول فاميري دو يو خليني نداز فيكسي بالموسيقى فيجدي جدي دي هيجدي فيجدي ها دي هيدي دو مانا دو فاك ماي كيما فريكي تا the real sound real classic rap and I never give it a yo نقط دي مريلا everybody must get stoned كيما سابرسيلا رابري تجرو على الفلوس دالا دالا بيلا يا 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 خليني كي نبدا شد المايك نبطا لاريبا تي ويجدي وين ويجدي ورا دو مانا دو فاك ماي مبروك علينا الثورة هابي بيرثداي ثورة ضربت على البارة شلة مرة جاية وانتو كاحدثنا مش هدايا تبيجي لي بارة تبيجي لي توا تغني كنادة دمك اللادة بيجي لي فونك فو بيجي لي بادي فلوي ديما نادي تقول لي استعمل غادي ما تكور ليش في ستادي ها لزم اللي فام اللي فيزو اللي جن اللي بيب اللي فيزو اللي جا ها سموكي سموكي زا صاحبي دو يو وانا كوكي شيخك في الهيب هوب كيما الماريوانا سي فلو 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 جيم الامازون سابس كيل بيرانا تحياتي للجروب نتاع ايلي ليبري ويو دخلت علينا مضفكا دويو وراب يو احلى كوكي حد انا ديجا عملت لهم لونتري بالغنية ذي عملت لهم لونتري آه.
انا عملت لهم نوتري اليوم نتاع سري ديجا بتاع كتي وكلابي بتجيب الغنية نتاع كتي وكلاي واحلى هي بوكي هي جوست حاجه برك خاطر في تونس ما عندناش با جو سي با ما عندناش برشا الكولتور نتاع ليغو تريب يعني دي موسيقى نتاع ليغو تريب جينيرالمون الميساج اللي يمشي في العالم العربي اكثر هو معني الراب نتاع الميساجات فهمت لكن في في العالم الحاجه اللي خلت الراب يتقدم برشا برشا هي هي الراب نتاع ليغو تريب علاش خاطر تنجم بهو معناها كيما نقولوا على بيرفكسيوني الفلو نتاعك اكثر فهمت دونك ثم عباد رابوريت بار اكزومبل ماذا بهم يعملوا ليغو تريب باش ينجموا يعملوا جوست الفلو ومن بعد كي يبداو في الراب نتاع لي ميساج والراب سوسيال والراب بوليتيك وكل ما شيء سي تري امبورطون نبوسكم بوسه كبيره برشا نحبكم برشا برشا كيب كيب ريل على الاخر على الاخر وكا وكا معانا خويا هو كل شيء ما يدوم في الواد كان حاجه معاكم معانا كوكي فما برشا رجال باش تطلع تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم بالكدا 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 في الاوبن مايك بالرسمي سلموا عليهم ديجا سلموا عليهم يا سلموا عليهم الناس الكل الناس كل واحد واحد برافو كوكي ميرسي لك انت تو ماما يا كحله تو ماما عاش خويا عاش خويا غالي تشاو بابا تشاو هاي اللي من بعده حسين سعد اوكي وليد امشي كابو نوليه بالليل مش يطلع معانا في الله مش يقول لي سلام يكتبها في كومنتير واحترامي وبنقدر مع رجال الكل وما مش يطلع مش يقول لي سلام يكتبها في كومنتير تبدا امورنا واضحه خويا جونا احلى جو راه ما تغش على حد وما نحقر حد اما ذا لايف نتاع اوبن مايك تطلع تربي نو مور نو مور ياو 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 هاي وينك عجيري هاني وينك انت اللي وينك بدلت تصويرتك مع قنكش هاني خويا كاو عاد سبورت سوريا خويا اللي صاير في سوريا تو مريق خويا مريق هاي انت ايش فازا بتفي صاحبي اني يعني معاكم ديما صاحبي جوك احلى جو ورسبيك طلعتك بعد بعد صاحبك طلعتك بعد عشيرك بعد عشيرك بالضبط يا ودي هبل تعرف شناني على الاخر تو باش نطيش حطينا فازا يقو تريب وبلاك مريق يا يا تسمع في الصوت يا بريب يا شيك فين كارير بالصوف سايد ليغ بالزون بادج غيان كل واحد شاد تريغ خرد مقاربة نهبل بالموسيقى ولا معلم فيكم لهنا اتحلت افريكا مام سيت الشكة تتبكى تفلق خباب في حكا والباب مغلق مايك مفلق فلو انت رشق كان عجبك الصوت هز يديك وصفق تدر فتيك كاتبوني قمل افريكا بالرابيل وخوك انك بالسيكاي رفي انا رشي معبي خل رفي كرافل يحاندر الكل ساو ساد لنا تستيتا وتت هاكو كلاش معا لقو والبس كان والديك واللي تاح لنا كان ربي فكو تقو مش تفك من قبرو عالرنج قتلو زكو يا 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 What nigga? كاو كاو خوي هاني معك ترى نرجع لك من بعد مريق الخوي تحب تعمل ديديكاس تحب تعمل اي حكاية ديديكاس خوي اشرف كحلة ديديكاس ويو ديديكاس كوكي داتيتشا وسيم شابرا حسين كواشي ورجال الكل صاحبي خمس خميس عليك يا حسون يا بيه وسرتو سرتو مامين خويا ام دوزو مريق خويا ان شاء الله ان شاء الله يخطب خاطرك ان شاء الله يجي معنا اليوم تعرفش عليه ماك تعرفه هو الجو ان شاء الله يتفرج فينا تو اوكي خويا وفينيكس عاد سلوم هذاك العشير عاد يا خويا ربي فضله من الناس كل خويا ترانكيل خويا بيج اب اند بيج لوف بيج ريسبي صاحبي عطو تلف أورايت صح أورايت عايش وليد هاي من بعد الولاد ما عايش استحق مش نحط موسيقى تبارك الله رجال أحمد قوتي أو تشيتو زادة تشيتو أنا جايك سعد تشيتو كان فما حكاية مرحبا نو نو تشيتو أنت فين بعد الرجل هذا بعد السيدة هذا تطلع أنت ربخ ربخ تشيتو عنده حكاية مش مشكل أنا أسمع تشيتو خويا الغالي وينك أبو حميد وينك يا كعلة جوك بيه بس عليك
والله الحمد لله ونعم بالله اخوي. انا كل عاده ركشين مع رجال ديزولي البارح ذي بالي برشا الاولاد قالوا لي كعلى بالرسمي يلا غال نستنى البارح من بعد عبد الفاتير قلت بادر عنده ما يعمل هذا هاي عندي ما نعمل شديد طلع غالب اما اخوي انا عوضناه باليوم يسالش المليح يا هاي سمعنا اخوي سمعنا اخوي سمعنا كالعاده ما نعرفه كواسيه مراه ما يدخلش الا من بعد ما يسمعك انت طيب جي باز راه يتفرج نا باز مسموع الدنيا وي بريق نو علي شويه بركه كنت نجي في الريتم رجعت على واحد رجاله ما نذلوش لحتى حنش جماله ما نتيحوش حتى بالغدرة ولا ما يبقى معانا حتى مرش مخ الهدرة البقرة ولا تدرة رجاله ما نذلوش لحتى حنش جماله ما نتيحوش حتى بالغدرة ولا ما يبقى معانا حتى مرش مخ الهدرة البقرة ولا تدرة هدنا تي لازم منها عايشين بالقدرة عودنا وبلاشي منها كانش تولي فخرة هادرة لدير الزعاف ما نكثرش منها غابنا مخليناها لك جماعة الوابنة يلا نمشي نيك النوم وبرا فاتت حلقة يزي ملعبنا في الصغرى وقيت باش نشقى وما نلقى ما تربيناش عالسرقة ولا ما تنفع حركة زلقة فلقة خنقة ما تفيد فيها كان في الراس تطلقة ايدعنا من اللي خدعنا ورجعنا لصلب الموضوع بدعنا وحد ما سمعنا خاطر ما عطيناش التوع بكيفنا شنعنا ويمشي نيك القطو الجربوع حتى وملكوع بلا دموع كي ما يخرتها رجوع للرب وغادي تهز معاك كان فعل بابي وانسى الكعب جريت عليهم شاي ما يدوم لبابي كل ريحة تهب ما تخلي شيء كله يبقى حديث للي ما تزرب ويفوت الفوت وديجا فيت كفاية هلا غالب هلا غالب هلا غالب ياه زقبت عليك القات ماخذ وضع البات للعفات باللي جريت مخلط في بلاد العط والغط يزي ما عمنا عالشط نحب الموجه في زبيت خبطتي هاني قريت وفيه خريت ربحت العص من الفيزيك والمط لستيلو لك الراس دي تعطي للغفاس هاك شفت القساس احشيه كان الفرتاس دي تحشي فيه بساس قالوا عندي كومباس ما عندك شي قرتاس تربح كان البعباس دورتها بليس وفلوس وما عملت فليلس دورتها بنيس ودنوس وما عملت دنيمس دورت مع اللي فيس وخموس وما عملت كمامس هم فاهم ربح كان خير الامور يمس على الخامس اه مشي يختر فر الريحه فرق فر غادي ما فماش لهوى قر وما فماش بقر استركوا الظهر الى الامام يسر اللي يتعرض لي شر اقرب مفر اقرب مفر من بلاد القحاب ولادها عريان ترمو في دوخاتهم ويدو الاخرى مادها بلاد العبيد وسيادها وعن نعمه تكبر خرش مرش ما تسمرش وجاي على زبوبنا تنبر ما قلت لك اسمع وما نقول لك كدك كمك سامعك لم بتبيعك من الشارع وشكون قال لك راني بارع عادي معك فارع في هوايه بكوت فلوس يحرز الغرام به كلب بقي لي نكتب عليه هندوس يا كحله مريق الخويا توكل على صاحبي خمس خميس عليك اهلا ابو حميد واهلا بيت ربي فضلك يا عمبوك الزين صح أهلا كهلا يا عمبوك الزين كل عادك معنا أبو حميد يا معلم تنجح أخوي وتبارك الله عليك أمورك واضحة تعرفني أنا بفم فم جاو كبير يا ودي ديما جاو كبير عايش خوي عايش خوي عايش خوي أنا نفسه برجال الكل عايش كتاب لا 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 محمد رسول الله وطلعك وكي يعطي الصحة وخذيه بخاطرنا فما واحد اسمه الصومان اللي هو قاعد يتفرج شيء توا قاعد يغزر لي عيني في عينه الصومان كان ياخذ بخاطرنا ويطلع معنا أخوي برجولي يعطيها غريبة فريستايل وديديكاس لي ولسانفارا وفهمني وفلمزة ورجال منزل بورقيبة جملة كان بعثا فيه برج ولاية طيارة على اللقط تنجح ومحلاها على اللقط وسيم سكر تليفون وعاود حل صاحبي ما عندكش كام مش تبدأ امورك واضحة هشام اي قلنا تشيتو تشيتو صاحبي انت مرة حكيت تشيتو ما عندكش كام تشيتو تشيتو راه ممكن نعمل يكرز ويمشي كامل الكابتير انا ما فيهم نعملوا له كابتير بس الامور واضحه لا تشيتو ما عندوش كاميرا ما عندوش كام ديجا وعدته وانا ما عنده كام يا مومو يا مومو نعرف انا قريت كومنتيرك وانا ديجا دللت عليه حمزيوس حمزه من بعده تشيتشو ساكر تليفونه وعاود حلو كان كونيكتي بي سي صاحبي راه ونحيه نسيتوش اما ولا ما عنده بعثتك مريق لا تشيتشو وش يقولها ما راه غاتا كومنتير نتاعك صلحها مش صحيحه
ما عندك شكام زعبي تيشو؟ لا 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 محمد رسول الله، تو اللعبة عندك أنت حمزيوس خويا. مرحبا برجال جملة، واسمع وصبر به الولاد راهو عادي الناس كنت ما عنديش حتى بروبليم. أنا بطبيعتي بطبيعتي عملها قاعدة ذي على خاطركم وخاطري أنا وخاطر رجال جملة. ديكلايند هذاك ديكلايند جيتشو ديكلايند هشام بالحاز من يوم بلاش راهي برا بلاش تليفون بالعرض بلاش ما عندكش كونيكسيون هذه الجملة صنفرات لا صاحبي صنفرات لا وجو أحلى جو خويا مروان مروان معمر نورمالمون كي يقص نحط موسيقى ما دليت مع الرجال جملة خويا مش مشكلة هي باش نحط الموسيقى دورنا واحد حمزه ما نعرفش شنو البروبليم اللي عندك راه صاحبي راهو اذا الانسان راهو ما دخلش معنا في اللايف وتو ما عندكش كام وين وتشيتشو شو دمرنا واضح اخويا ماني نعرفه ما فهمتش عريسة الطفية حمزه ما فهمتش راه معناها ما عريسة الطفية صاحبي ما عندكش كام ما تنجمش تطلع اخويا راه مش مني انا راه كام يلزم لاني تطلع عندي انا الانسان راه ما عندوش كام انا ماذا بيه ما نخش نستنى راهو حمزة ريتا علاش نقول لكم اللعبه راهي مش من عندي انا انا اللي بعث لي في نكسب لازم تعمل التليفون على العرض باش تعمل لك يعطيك الصحه تحط التليفون بالعرض راه كحله ما عنده حتى بروبليم باش من بعد كتابة الدنيا على اليوتيوب انت مزيان صاحبي طبعا اشرف خويا احلى جو خويا الغالي تحياتي خويا للموسيقى الكل مادان تونيزي كل على بعض المغروم والبرو عرفت كيفاش المغروم والبرو فما عباد قالوا لي كحلة من كثرة ما نحبوا اللايف نتاعك تغرمنا بالهيب هوب وبالراب وبالدنيا مرحبا برجال جمل والله خويا اني خويا ديديكاس للراب التونسي الكل والموسيقى التونسية الكل الكل شمام نعيش في الاسياد نعمل موسيقى برشا جديد في الثنية عندي إن شاء الله جابز يانا تحكي على جابس تحكي إن شاء الله خويا تحكي على الأزمة اللي موجودة في جابس هاي تحبوا تسمعوا إكستريم منها ولا نجبد عليها بفريستايل زي الناس الكل خطر بفريستايل خطر عليه بدأ يقلق عليه يحب يسمع قال لك سمعني يا حومة سمعني يا ودي سمعني الناس رأي لهنا رأي على عزلة كلها تحب تسمع رأي يا عمي علي يسمع مالي نجيبوها شوية هيك بوليتيك شوية بولا دواء نيك نيكي لحالة نيك لا جوستيس وك لا بوليس تصرف نار بينا دايرة شباب بلاد حيرة دولة بينا غيرة على عشرة قاعدة دايرة الحكومة علينا بينا سيرة ما تراكش تبغاد الذل شعب الكل قالوا محتل شد سيف ورالو موصل جاي كان مختل في ديونه ما لقاش الحل في فولا عايش كان فيه مل في الطنقة زطا شي ما مل هاي قالوا مختل في ديونه ما لقاش الحل في فولا عايش فيه مل في الطنقة زطا شي ما مل إلى منو باي باي حكومة كان عالباي لا تبعوها بالباي شعبي تنفس كان بالباي عايش اسم كان في اللايك الفيران قاعدة ورا النايت قاعد أنا ظني دي وخيم الشيشة قهوة زادها الدي شعب ما فاهم شي قاعد عايش في حي ترافز بلو زول عايش عيش عيش تتفل مرة نخرس كان بالخل بالفساني زاد موحل على ربي لي ما مسهل فيا طويلة راني موصل إلى منو باي باي حكومة كان عالباي لا تبعوها بالباي شعبي تنفس كان بالباي في لنا باي باي كما كان عداي تبعوها بالباي شعب يتنفس كان بالباي نيجا هاي رفان رفان لا هكا واحد عليه
مانيتو بكيتو اه تحت عمر مزيكا تحت عمر مزيكا حتى من ريك شاح الاسعار غليتو تعويتو وخديتو صوت زاد دفاح وما في سيبتو فيه شوهتو عبيت البلاد السياح دم سيلتو شعب حياتو شهيد ما ترتاح تاح شهيد ما ترتاح شهيد ما ترتاح ديكاس لولاد الراب الكل وما تنسوش القضية ما تنسوش القضية وسيبوا عليكم من شمال ليرة معلم سعد ولا معلم شهيد ما ترتاح معلم خويا تبارك الله عليك الكل خويا شمام في السياد بريتازير يا موري ميوزك خويا برشا موسيقى جديدة الباجاج ما تسوس ديسك دير بالجيب قريب يتربك هاك اكثر واحد علي اللي قال لك كزر بروحك اكثر واحد بعث لك سياب هاك وجاوك على جاو خويا علي اي خماسي علي الخماسي تحياتي خويا علي الخماسي تحياتي دالي شمال تحياتي على ما يدي يودي انا كذبين بشي غني هكرني جبت الكحكاح ودنيتنا وعالمنا جبنا نعم نجيب الكحكاح ما لا لا ما تشيز الناس تحبوا زيدوكم لا معناه نعطيه فرصة للرجال اللي تحب تطلع خاطر تبقى لا خويا تحياتي للرجال الكل اللي تستنى هذا شمام تابعونا انا الباج ديجا لوحده في الكومنتير واحلى كحله واحلى الناس واحلى كوكي واحلى كوكي مبكري انا بعثت الميساج ورد عليا محلاه خويا اريتك نبعث ميساج لحد انا راني راه محبه ونسمع له فهمتني حتى نقابل رابور انا راه محبه ونسمع له مش تاع كذا راه الكوكي سكول يا حمزة هذيك الكوكي سكول أول إنسان عمل ستريت آرتس أول إنسان عمل أوبن مايك أول عبيد أكثر عبد في تونس يفهم في الراب والهيب هوب والتراب والدنيا والعالم جملة خويا رسبي خويا قدر الوحيد يعمل زي ميسيون ويدخل لحوم العبيد معناها بالرسمي حاجة خويا برشا وحاجة كبيرة برشا وتحياتي للناس الكل خويا اللي تمزك في تونس رانا عملنا ثورة موسيقية مانيقا حمزة مانيقا حمزة Thanks حمزة. تحياتي خويا شرفاي. عايش خويا الله يعطيك معنا خويا. أنا معك. عطونا الشبرة يا ولدي، وينو الشبرة؟ قول يا حبيبي بالعاني. صاحبي ستار مش بالعاني. جيبونا الشبرة يا ولدي، الشبرة قلت صبرة. ولد بلادك والله ديزوليه بالريش راه ولا غالب خلت روتار شوية. ديزوليه بالريش. الوليد مع كل احتراماتي للرجال الجملة اللي مشيت له يقول لي سلام ويرحم والديك ويعطيك الصحة خويا راهو. من غير ما يتغاش يكتب لي في كومنتير مش يقولش بيك احلى عمل هكا عبدو ام سي مرحبا يز يا بريش هاك قلت لك يا بريش اسمك شاط على اليوتيوب من بعد يا حوت يس بوس احلى علول لا اله الا الله محمد رسول الله وين الرجال اليوم يا ودي شنيا يا ودي وين يا سيف يا سيف وين الرجال وين العباد اللي تربي اخوي صحيح مش لازم نعملوها بالتيوزداي نايت بثلاث على غالب اليوم ما وديتش عملناها بنهار الاربعاء البارح تشديد نخدم على غالب الاولاد وين الصوص ما صومان تشيتشو وين غبرت تشيتشو سرح الله اعلم وين سرح بعثنا انفيتاسيون لسيف ما دخلش حازم الماجري نشوفوا حازم الماجري توا سيفك ما قبلتش خويا من بعد زين سعد حازم الماجري ورجع موسيقى والدنيا والعالم جبنا مش تدورنا الله اخويا سامويل السلام عليكم السلام انا شاهين عثمان يا وينك يا عثمان عاد البارح حتى مكرس كيفاش ما عملنا كيفاش ما عملناش اللايف بالثلاث انا عملناه بالاربع صاحبي المليح يبتع عشيري المليح يبتع عشيري مومو ماجري وينك بابا برشا عباد قاعدة تبعث لي زانفيتاسيون ماهيش قاعدة تقبل راهو الولاد ها أحمد نشوفو بو حميد برشا عباد قاعدة الولاد راهو التليفون يزمو يكون بالعرض باش تبدا أمورنا واضحة راهو يزمك تقبل وتحط التليفون بالعرض باش تمشي الدنيا شباب برد تليفون بالعرض بالليل وليل باش تبدا الدنيا ماشية وامور ناسي تزيد والله يا تشيتشو ما عندك كام والنبي محمد عايش خويا سفيان ربي فضل
ما عندكش ما حبيش تقبل، جبنا جي زيارة وكلمني أخويا وعملنا اللي علينا. ها وتشيتشو ها وسيبو عطاوة نو تشيتشو شيء ولا شيء قدور. لا قدور قدور تليفون بالعرش. وينكم يا رجال؟ شو كي دخلني وقطعني؟ لا لا مش معك مش معك. مستوى رجال قدور خويا يا ولدي مدخلني ومقطعت يا شبكشي تو. نو ديزولي يا صاحبي ديزولي يا صاحبي ديزولي ديزولي يا ماما ديزولي. وي خويا صافا الحمد لله الحمد لله. شنو جاوك انت بابا؟ دخلت دريم تاع كحلة. دكتور دريم تاع كحلة قدور كحلة فهمتني. جيت حبيت نسلم على رجال صاحبي حتى كان دخلنا نخدم وانا رانا ديما نتابعه في اللايفوات هانو وي هانو الفريز وانو الدنيا شتحبه صح ربياني. شنية انت تعمل ببليسيتي حاسيتك تعمل ببليسيتي لعرفك على اليوتيوب راه. هان اخوي لا اخوي هاني تشيكوستا ها تاليان ها جيلاتي شافته على اليوتيوب راك قاعد تعمل ببليسيتي لعرفك راني محلم لك راني برا ماما صاحبي. نار خدمة اخوي نزمي شوية منه ومنه ومنه ربي ينحي التليفون من يدك وبرا اخدم على روحك. قصة غير بعد سي عليه سي عليه بالله قصة غير بعد. اي اخويا كحلة ما نحبش نطول على الرجال جسد يعبوك سيدة قدور ويرحم والديك والرجال اللي عرفته في الويب ان شاء الله تعدى السهرية تحتونا وكي العادة لاباس ديما كحلة تي في خدامة غير ما قد لك بروبليم كونيكسيون لايما تذومة تو يرجعوا يعطوا لزيبيزود كي العادة انا كلمت قاو جلال وكلمت جلال ورجع الوي في ومورا مريقل مريقل خويا لما نمولوا مية عدير ورجعوا الكونيكسيون عايش خويا قدور انا نتفرج اي خلي مريقل مريقل صح الولاد بالله تليفون العرض الولاد ومرحبا بك خويا اللي حبيت يطلع اوبن مايك مرحبا بيه. اهو نستنى فيه اهو مع كل احترامات الرجال جمله تليفون بالعرض سومان راه بالرسمي سلعه وهذاك احنا ما نجمش نقول لكم راهو سلعه وانا جايكم يا رجال راهو ماشي سكوله شبره ووسيم انت ود الدار تليفون بالعرض يا عشيري تليفون بالعرض اخوانا كراوش ورجال تورنزم ديديكاس لعبات جملة عنا فريستايل مرحبا بيك خويا فاروق طبعا فيه مرحبا بيك سومان مشيلي يا خويا مشيلي راي الدنيا شيلي لهنا يا حوطة اخو كحلة في نص يد وما تحكيش عاد كشكيش مشيلي يا حوطة راني سعيد كلاي نا مروان نا مش كلاي يا ودي وتمنزل بورقيبة هذا ذا يا عشير لما الجماعة كل ما مش نقدر نسمي بالأسامي تبارك الله إنسان غني على التعريف رابور ضارب ما شاء الله أنا أنصر ما هزش مش مشكل ورا نمشيو للي من بعده وسيم جوك أحلى جو وسيم ما غير ما كلمك كده قلب التليفون بالعرض ودي دي جا كل جمعة معنا تبارك الله انت ما غير ما نبه ما كلمك والله ما نبه ما كلمك صاحبي صاحبي رجال جملة ندلل عليك في حاجة تاخذ بخاطري في حاجة برسم يمتك ما ناظر خوك انا وليت خوك انا وليت برس امك نكافي حيل نكافي حيل هاني جبت روحي صح منظم صح نكافي حيل بيه لانسريو تسمع هكا فما موسيقى واصلة بريغ زدنا شوية بركة يا شبر شوية بركة شباب هكا وي شابرا ا ار بي ا ها سي قداش من نمسي جاك فتريقي والانديكاب
في ورط عليكم في الدومين بيبي دي زولاني بوك ما يسمح لكش باش توصل تفهم رابي اي اي ديما هوني ما دارش لي يظلمني ديما قدم ما نوخش ما نكفرش راسي عالي نحقر وما نتحقش راك ولدي ما تكبرش نحارب بالراب التونسي قديش من امسي مات وحسبكم الماضي نكرازي لي جالو فهم وحدك الحكاية ما نحس بكش خاطر من ماكش من مستوى ياه في الراب التونسي شاب راح تدرابو برشا غابو شديد كترسي الكابو رابي تسمعو كونسوميه بالسيف اعمل كيف شاب رامت ربي ديما يفرح بالضيف يا لطيف برشا حكاو عليا برشا مني غيرو ذاك تديرو كنت روح الفزيرو لا تيرو عيش الراب ما ضفاك شوف بلاك تدخل الحومة بالموس تبراك انت ساكة انت ولد القح شبرا موجود انسى نهار باش تفرح فك ولاد السات ستي جي نهار ويبان الصح كلامي يجرح يزيديك شاش الشبرا ربح الزح بيد عليك في الفلو والتكنيك شاور والديك خمسة نيبر ومضموني جنقريك سكير عليك بابا في الراب لان نلعب بيك هبط عينيك كشبيك مقلح يك يجرب بيك كانت قام تترفع في القادم كبلاتش كبراق البالة لا لا لازرو سكة جاربا شابرا زم تتلم لا تبكي دم ربي ما يتسمعش ربي كل غبرة يتشم محشم راني بوك شوف طريق الكل وشوك لا يغروك فما فرق يعرفون ويعرفوك شوف اللوك يا محروك ارجع لصلك من انجو لا بلا بلا سلم لي عدو دلحو لا لا ما فهم عندي منقول عليك خريف الكربس وقصين زعم الضحك في البوبليك تشبيك درت الكل شابرا ما قيتو لحل ارجع قبل يا كفار الراب سميني هو بلوى بليد عشيري بليد بليد كالعادة تلعب كالعادة كالعادة الرخنو عشيري كالعادة دي كاسة دي كاسة أحلى تونس والأحلى ناس الأحلى أحلى أحلى كحلى على اليوتيوب كحلى تي في لنا برشا برشا قلوب شعب محبوب حب هيب هوب يا عبوك يا كونكس قديش عبوك يا تونس قديش نموتوا عليك اما يا عبوك يا كونكسيون في تونس والله يا عبوك ديديكاس اخويا سيفالا بلي دوغ ان شاء الله هو كلابي بيجي على قريب بلي دوغ وسيفالا بلي كلابي بيجي احمد بن احمد وسيفالا بلي دوغ ان شاء الله على قريب That motherfucker. Yeah. This is the la la la. So ma, telephone for the arse, so. Telephone for the arse, I'm just in the next one. يا مومو ماجري من غير ما تقول لي صاحبي راه نعرف اش قاعد نعمل جو احلى جو مرو في الزيت لي بيكي هو يكسبني صاحبي جبنا الاكاروس ولد منزل بورقيبه هذاك اسمه لايف ان شاء الله نكملوا هو سومان كان طلع معنا تو ان شاء الله سومان والاكاروس كان زم نهار الجمعه اخويا معنا في اللايف من الاخر وعلى الاخر كمل انا اللايف ونحكي مع اخونا باذن الله دوري جا جونا على جو خياري مرحبا باخونا الخياري تليفون بالعرض عشيري الغالي تليفون بالعرض من غير ما نعاودوها تليفون بسيب اها نغفي عمل اللعبه السلام عليكم رجال جمله وعليكم السلام اخبارك احلام شنو امورك خويا لاباس عليك الحمد لله بالله الفازه اللي بعثت لي على اليوتيوب قبيله في البريفي اي هذيك بحده المادو ام سي ولا لا هذيك بحده ديجيتور هذيك وين ديجيتور تورا اللي خدمه مع كلاي وخدمه مع جيجيا اوكي في بالي مادو ام سي هذيك علاش حبيت نسالك انا لا ماهوش مادو ماهوش مادو هذيك في العوينه بحده استوديو نتاع تور خويا تعرف شنو هي باش طيحت الكونيكسيون في لاتوليي نتاع الوالده حسيلو في بيتي بالجم فما بيتك سبتها بالوقت يطلعوا فما بيتي يبطاوا برشا كل مره كيفاش نحن والدنيا نحن على غان
باش نغني لكم حاجة على الموسيقى لخاطر البارول ما استحضروش الكل. مريق اخويا ماشي لي صعب يا حويجه اولد سكول، حب حاجه طايره على عالميه. اه طلعت كونكسيون ظهر لي في الاتوليه العالقه هنا على اللي على بليس دايم. اوه يا خياري لك خياري اخ خرج وحده صعب. انا ديما هكاك بالعاده ديما يد على المايك ويد على الغالب خويا مش مني. سيف ها يا خويا سيف ماكش براني صاحبي هاك اللعب عندك خويا اكسبتي بركة باب. مرحبا بخويا مرحبا بالرجال جملة. راني الولاد نشوف اسمه برشا مرات ديما نمشي له دور معنا بشي تبع الطاولة تكرس كل شبية بيع دي مفرغ وقت ليكم انتوما كل سلام. وعليكم السلام عاش خويا. هاي ركحنا الامور يا كحل. هاي خويا هاي بارا سمعنا عشيري بارا صاحبي ياك مليئك بيت بارا ماشي يا وانشات مراتي نربح ما نبيعش البارتي ليش فلوس ما تولي مارتي اللغة صحيحة بدل بالمالتي كان الورقة وجونتا عندي كان الورقة وجونتا عندي تونس ورطة حنتك مالدي تونس ورطة حنتك مالدي كان الورقة وجونتا عندي تونس ورطة حنتك مالدي كان الورقة وجونتا عندي تونس ورطة حنتك مالدي بلاد الحاشية ورطة زلقة قبل الفلقة كي تتعب ما تلقى جيب الفلوس من راس الزنقة مش تقبض على الورقة ملاش سايب عليك من ريسك شد البحر ونكا هربة مخي اللي يخدم في عقله وانا اللي نمشي بالزربة اللغة مش يا هكا حلمخك والزكا فلوس تجيب تركا ملا ملا فاكل ليه بش تجي طول فريوسنا برشا شغل ايرن سني كل كل سموك الويد والعيشة فل تير الشيخة تشوف الغل شم الريحة يخسطل شلق بيحة يسلفن موزيكا تمشي مع الدم كارتوش يخرج من نقلم ما تمشيش لغة تخنن من اللي صغير هز الزلزل شفنا الراجل واللي اختار وقت فلوس مش وقت اهمل وفي الرالي نخدم بجنبي الكوتشور انا حوم اما بوزي ما نقدم ويد ما نيجز وقدر مش بتبز متزبط مش تتنفذ متصدر عاود ليلي كنتي ورايا شو كيف تبش متصدر كنت عارف اللي في راسي نيكم امك ما تهبل دنيا اللي حارت تخلص احناش عليا تنفذ حل يحبوني شد بايسين شولت مخي قلب جن ماني مغفر عينا يا فلو مرك يوت ما هومي ابري دي حاتت رابي كل فوان شات بالذمام حذر الساك تلقاني دي فون سوان شات جزمي سنايتر لازم منو هيت شات هيت شات يا مان هاري جو مان يا ذاتس واتس اب مان صح صح بيك احلى خويا غالي مريق صاحبي مريق ذكرتني في علي It don't matter what you say, we keep working all the way. We did this shit, we never sleep, we work on all the 7 days. Hey, bad, bad rhythm, bad, bad. Hey, some days love. I'm at the Ksaha, break it, boy. I'm at the Kulf al-Mariyul, I'm going to go to the Kulf al-Mariyul. Normal, I'm going to go to the Kulf al-Mariyul. هاي نورمال كملوا لايف انا وياك صحابي اذا مير وات ذي سي بارك سلام كوز ذي توك ان اني وي يا ابو كثير الناس تقول عايش قاعد سلام شباب تشاو عايش تشاو خويا مع علي وفي اللايف مع سومان نرجع لسومان again. اوه فاينلي يا البزي يا كحلوش بيه تليفونك فيه مشكلته معايا يا اخي من خبيريك نحارب فيه انا ما عندي ناموس مع حتى حد خوي كيف ما حكيه من عندك انت انا خاطين قلنا ناموس نحن قلنا تليفونك ما فهمتش بيه ها وتو عندي صاحبي والله على خاطر وعلى خاطر على خاطر الناس جمله تفرس صاحبي والله موديك نا خوي ياسر بعد بالرسمي بعد كوكي تطلع انت صاحبي بالرسمي صباح صاحبي
عاش خويا كحنوش يا غالي. ديما شيخ مع رجال وانا كنت جيك بريفي على ديجا حكيتو لك الموضوع في اللايف قبيله، قلت لك انا رجال ما عمش نطلع انت والبو عليه. طيب نطلع صاحبي عادي نطلع وكاروس زادة هاي هاي نحكي على كاروس انا بتبيع قلت لك البو عليه ما حبيت احكي لك بام الحق اسمعني خاطر سبحان الله كيما كلاي المرة الاخرى كلاي قال لي كحلة غدوة نعملوا لايف ما غدوة فما تروح متاع تونس ما نجلناش نعملوا لايف فما عبيد يقول لك كحلة كلاي ما جيش هبط لهم كابتير قلت لهم هاو كلابي بيجي هاو العبد لله هلا غالب ما وديتش كي يقولوا لهم انا لا كاروس وكي يجي هو نهار الجمعه يبدا عنده ما يعمل يقول لك يا كحله وينه ما قلتش تجيبه فهمتك صاحبي فهمتك صاحبي مش مشكله المهم نحن عاملين جو والرجال شيخه معاك صاحبي وجونا به الحمد لله الحمد لله اخويا الحمد لله على برشا على الدار قاعدين يسمع صاحبي يلا غالب او باش او باش نعطيك جوك في الشيح من غير موزيك انا صح اما تديرش بتبيعتها راك باش تسمع بتبيعتك بار على روحك لا في الشيح في الشيح على الدار يسمع وانا دخلت بعضها بالسياح ياك ميكو مي باش تسمع انت انت كي باش تدخل من با دو سكون تروا سكون باش تسمع وحدك وحدك ريقل امورك حتى فوق السن في اي بلاصه ديما اليس كحلوس فهمت كيف لا خويا سمعنا خويا مريقل بابا يا ماضي كحلوس انت يا ماضي دي كلاس نادري خاطر من اكثر العباد اللي كملت والله ما يزال اي ديدي كاسل زرزونة سيتي مريقل احلى زرزونة مريقل احلى زرزونة اخويا فنمشي هكاك معاك شويه بزاف انا الاولاد فيها تليفون مش كونيكسيون راه جماعه زرزونة عندهم كونيكسيون ديك في الراس اما يزي يا كحله قاعد ماشينا واللي تراك هاي بابي بو مومو صاحبي ديدي كاس ناس باريس جمله اخويا اوكي اوكي ونيلاف خير قوه زرزونة سيتي اي 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 في بلاد الهبال بوي الرجله فال عشون فما الرجله بحر حومه والعوامه قلال يزلق يتشال منيك في بلاد الذيوبه مانيش كيف كيف يكرزني كي يقول لي صحوبه ام قدام الميبون تحزق في الروبه رجله مطلوبه يا حاوي في حمنا تموت لان زرزونا سيتي ابسولوت لحبش دلاص العربي حواش في كاله توسد رجل مرشي والمزوط اها حكومه وتاريخ بوي في نفس الفكره من غير جسام حومه احنا ناس مسكره احنا الزرزونه اختك تعجبنا ديزولي طلعت ميبونه ملوم عليك حتى انت زادش من ميبون مادام تسمع في راب وتغني فيه امسيات تسكن في الزرقون بوي سلم على الدار عثمان الغاير من غير كلاشني كنت باباش بارول الشطير كلب معلم زق امك تحلب في عقلك تدرب كنت تخرالي في الزبي في الحرب ما تقرب تجرب ترخ وتحرش في البخ نقطع لك في سرمك البرا والدي خلك تسال في بلادك على الدنيا والدين بكليب وقحبوشه تجيبوها قافزين مسكر كي نجلك مقدر اللي وراك تشرف بحذايا جيب قحبك في الساك لا فاق لا قرينا لا فرحنا نعسينا صبحنا في الغربه فلحنا واشتحنا يا جبري محروم ليكم ولقريب ويلحس اليوم كتيبه قحيبه لكسيبه ما نحبش نعارك نجبد لك خنارك ونسبك في دارك نسير في شوارع ونكبس لمارك ونصدر بالكف باش تطلع الطوب تقدر العف كي قاتل ربوبه يا ضعيف يا حاوي اسمه مسكر ما يقعد في قاوي وفلوسي اللي مرسها لصاحبتي كضاوي تتكشف الخطاوي رفدها في الجيب صعبي لصعيب وربي لدبيب ونصدم الرخ ونغلط ونصيب وربي الحسيب نقص اي 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 فخاطر الرجال جبنه كحلوش وان شاء الله انا هو النهار باش طلع فيها كاروس انا عم نقول لك فريستايل على الطويل خاطر انا حكايتي وما توفيهاش ام الراب يا كحلوش نعرف نعرف وانا نهر صاحبي باش نتفضل ذكرتي بدي جي كوستا انت تبارك الله ديجا تشبوا لبعضكم قال له شنو تحب الرب نتاع الصباح ولا نتاع العشيه تقول فريكاسي عرفت عرفتك نبدا فطار الصباح ولا العشيه بيع فريكاسي قال له شنو الرب تحب نتاع الصباح ولا نتاع العشيه حتى صاحبك طاير الصباح يا كحلوش اسمعني عندك لا كاروس نهار الجمعة هذه وانا مسايب لك لعبة أخرى في الجمعة اللي بعدها أنا اليوم مش الشعب راهو أنا اليوم شعبينتي الجمعة اللي بعدها نجيبه معنا نقول ولا سايب علينا خويا قول فرح العبيد عبيد عاملة جو معاك صاحبي نجيبنا نركحوا لهم سمارة صاحبي أي سامح وتحومتنا صاحبي دور من مورا وتعطي الزاد نجيبوا لهم سمارة خويا مريق ساي كونتاكتيت معاك كلمته أنت تطريق الامور صعب يا صاحبي مش مشكله تنزيد كله يعطيك الصحه وميرسي خذيت بخاطرنا اخويا الرجال جمله و الله غالب ما عنديش الاسباس نقول فيها اوه بالضبط خاطر لافامي اسمه حلوس ما تخرج على اليوتيوب ام في تي مش تخرج على اليوتيوب ام في تي بعد راك يا بات سوسي اخويا المهم انت فرحان صح مريق الخوي يا عم بوك زين ربي يفضلك ربي يخليك ونسلك برجال زملا صاحبي عايش خوي الغالي عايش تشاو صاحبي حتى فلمزه ويتفرج يا فلمزه طلعت لنا الكام ولا كيف هاو يتفرج خليه يا كحلوس خليه خليه يطلع حتى هو
لا ما طلعت النهار تفرج معاك انا حذا شكون ديما كنا نهار ثلاثة يطلع معنا ديما كنا نهار ثلاثة ياخذ بالخاطر وتبارك الله عليه خويا زمتك تعطيني شوية وقت برجولية صاحبي انا تاع ساعة كيك حلوش خليني نفتق لك موابي قد قد تو انا وكا راس نهبلوها الدنيا صاحبي مريقل خويا فما حتى بروبليم نهار الجمعة نتقابلوا صاحبي سيرتو ناس باريس وناس مرسي صاحبي ربي معاهم صحابي برشا نحبهم غاديك يتفرجوا فينا ديجا ياك حلوش مرحبا برجال جملة خويا مرحبا بالناس جملة خويا يا خويا يرحم والديك وربي يفضلك انت زاد صاحبي عايش خويا الغالي ربي يفضلك اول كورون صار من الاول صاحبي خاطر ما نعرفوش بعضنا بعد كعرفنا بعضنا قعدنا نحكيو برشا وفهمت كيفاه ومشات الدنيا محليه على الاخر خويا نورمال انا نموت على العراء راني في اللايف نحكي فيها انا كل في اللي من قلبي راني راك خويا كحلوش ربي يستر ربي ربي يقرب القلوب لبعضها خويا يا خويا ربي معك كحلوش انستك بالرجال خويا عاش سوي عمو كبير هاي من بعد وهاي من بعد وزين سعد فما حتى انفيتي فما زوز واحد ما عندوش كار والاخر تليفون مش بالعرض معنا لك شي مرحبا بيه راه عندي مع حتى بروبليم مو نكره حتى ربيع تونسي بيعتي. فريد معنا في جروب الوي وراه فريد وكان مشيت معنا لايف والكونيكسيون مش هي وفريد انسان يخدم على روحه معناها انسان بوزي 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 على الاخر ما عندوش وقت فلمزه عندك اللعبه راه صاحبي تكسبتي وتليفون بالعرض وجاوك على جو عشير فلمزه ما قبلش اللي ما خدوش على التصوير نتاع تصويرة الأسبوع تقول في برنامج نحن عرفتها والله العظيم
الراديو ابو زيد احلى راديو. اللي ما خلتش على تصويره بتاع الاسبوع بالرسمي اخويا على الاخر والله العظيم ياسر طياره ربي يعني ابو حميد واحلى راديو شو محلاه رابر التونس كي تتقابل في الفروحات وفي الدنيا في العالم جمله. نعاود نوري لكم مثالش خاطر بالرسمي تصويره قويه 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 على الاخر مازالت كي صارت الجمعه هذه في عرس كلاي ان شاء الله ربي يهنيه. وذاك الراديو محلاه رجال كي تتقابل خويا محلاه العباد كي تتقابل مع بعضهم اصبر تصويره بالرسمي محلاه على الاخر. لما تجيبوه فريد والله العظيم عندي كونتاكت معاه وحكيت انا وياه فريد فما زاد حتى وليد النهدي راه اسمع طبعا نكلموه وليد النهدي راه وليد النهدي زاد راه مش يطلع معنا في اللايف نحب الناس كل تحترمه بالله. على مية تصوير على مية تصوير قوية برشا يا هشام خويا هاي مش كامل معاكم الغنية ذي وقول لكم اسمعنا خير الناس كل وعدكم العشرة جيت العشرة ورقة اما لكم يا وليد النهدي راه وسلم عليكم يا رجال الكل باش ما تقولوش كحله شبيه عمل يعمل وليد النهدي ولا ما نعرفش نيا ولا وانا باش نقص اللايف من بعد هذا باش نقول لكم بالرسمي نجم يطلع معنا وليد النهدي عادي معناها عندي انا معناها مش يحكي امور الراب انا بطبيعتي ما نفهموش انا بطبيعتي نحب نفهمه تجيبوا معنا في لايف باش نحكيه معاه وعادي معنا نحن مرحبا بالناس كل ما دام يطلع في التلفزة وسام معروف كحلة نكلمه جي جي والله يا حيما تعمل بزي كلمه فما حتى بروبليم وليد النادي كيفاش مش هذا اللي حاجتي بيه انا وليد النادي حاب يسلم عليكم كل جماعه الويب Because tomorrow I'm invited in a Hammamet radio, so I'm going to be, you know, in Hammamet for a while, and then I'll be back in about 10, something like that, 10 p.m., you know? So I'll let you know, bro, so that we can do, bro. Yeah, for sure, someone, nigga. No problem, anytime, bro. Especially, you know, night.
انا درمميت وغادي جو بيه يودي راجل تفل ما نعرفوش ما قابلتوش ممكن انا كي كنت نسكن غادي ما تقابلنيش ممكن يسمرني ما نسمروش فما عبيد يا كحل لاتنيك لاتيك تحب تتحدث وكاو نو كلها في ستاتيوت تولي الزبي ولا دقحاب فسر الزبي يطلع معايا لايف قول لي راهو بالرسمي فرير خاطر كذا وكذا 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 الزب فما اخر واحد كتب عليه فرير نجي له يا كحلة نعرف يا برا نعرف يا اي جي نعرف نو ماهوش يلعب جو به يا اخي هذا منيك يا زبي خرج موسيقى متقحبه ياسر صحيح كان جات له برشا عباد تحبوا راه ما يغنيش تحبوا جيسوني في فلوسي محسن مضمن تحسوا يحكي على روحه برشا الزبي قال لك انا راني ملي بديت نغني لليوم من قبل ما يعرفوني العباد هذاك سيستمي هذاك غنيه الزبي عم مشات العفرير تفهموا في الزقمه فرير فما واحد شافه متصور بحذا في فورد موستانك هو ما يفهمش شنو معناه فورد موستانك قالوا ملا فرير عامل كليب في فورد موستانك الزبي في الزقمه كتيك فورد موستانك قلت ولا تصور بحذا تولي الزبي وتقحبه كل عفاته جيبوا كحل هات نجيبه كان واتيت والله العظيم تواتي نجيبوه هم الرجل ما هوش فرير الزبي ستاتيو ما بتين واربع من الناس نحن التوانسة كان حبينا كحلة الناس كل تحب كحلة كان واحد سب كحلة كلها تسب كحلة هكيك نحن العباد معناش قلوب في تونس عبد الزبي عمل فلوس ولا يفيس اوكي باهي مش مشكل هم انسان يخدم على روحه الزبي إنسان يخدم على روحه ونخفه معاه بالرسمي نخفه معاه يزيب ولد بلادنا كوميم يخدم على روحه إن شاء الله ربي يعينه فما دي فما رابير أنا ما نحبش نجبد اسمه ما هوش معروف ومنايك وكذبي وطلعت وحكيت معاه قلت له تطلع معنا لايف قال لي ليه مش قال لي ليه بك اللغة هذيك قال لي يا برو والله العظيم وأنا تيزك أمك ما زلت العباد ما تعرفكش تقول لي الزبي وتقحبة تيك لا يحب يطلع صير أمك كلا يحب يطلع قال لي والله يا برو ما نعرفش نيا الراجل يخدم على روحه خويا نعاونوه نخفوا معاه سيبوا علينا من نغط الفرير متاع الزب راهو الفرير في الزهروني ما ياخذيش يا ماما راهو الفرير في الزهروني راهو ما ياخذيش راهو يقصوا هيلو صاحبي الزب هذا منيك خلي يحكي على روحه الزبي موش منيك الراجل يخدم في خدمة الزبورة ومنيت يطلع لايف واحد يسبه موش فرير يا خليل كان هو فرير اطلع انت وريني رجلتك في البريفي معايا توا في اللايف قدام 125 راجل ما هو فرير اطلع معايا انت فسلش معنى فرير وش معنى انت راجل هو فرير مانيش معنى قصد الفكر انك حكيت معك كيرا اما انت اطلع كون مثلا انت كون شنية هو فرير شنية العكس متاع فرير راجل برشا كون انت راجل برشا واطلع معاك فما واحد يحبك تفضل اخوي مرحبا بيك قلش معناه فرير وش معناه انت تعيط له فرير هكا مش قولي تبارك لي من خير تطلع معاي في الله ويا السلام سلام اخوي انت تولي قلت لي راهو عليك سلام سامحني لبس هذا ماشي نقرا اسمعني برجولي عليه انت قلت لي ماذا بيه واحد يطلع يسب ولا هكا برجولي عليه غلط في غلطه خرج يخدم في كوميرسيال وقت اللي هو ما لازموش يخدم كوميرسيال وقت اللي هو لازم يخدم اندر جراوند شوف الكسر وانت يخدم في شوف الكسر ويخدم في الانسترومونيت نتاعه وحده شوف افيرو عنده استوديو وحده شوف تراب نتاع افيرو شوف الكسر شوف هما وقعد وحليل في الهيبوب وفي اللود سكول في التسعينات وقت اللي احنا لازمنا نقدمه وقت اللي احنا لازمنا مش نقدمه اما فميش حاجه جديده في تونس برشولاي فميش تراب جديد فميش خدمه جديده فميش فما تراب فما 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 الجيب وفما فيرو فما برشولاي يخدموا فيه جديد مثلا سامحني فور الفا تعرفوا فور الفا من القصرين اي الفا هذاك الفا اي حكيت معاه انيس ولا سامي ولا حاجه مش يطلع معانا لايف ان شاء الله اي اي هذاك اخر 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 تيتر نتاعه وخدم كوميرسيال وقت اليوم ما لازموش يخدم كوميرسيال ما يباع مل هو ربي يا حوتة اسمعني شوف اكثر توا البلتي شي يخدم كوميرسيال وشي يخدم البلتي توا ناك
بلتي بلتي صاحبي عنده من جميل من قبل الثوره يخدم بلتي راهو حرق روحه كيخدم مع الزين حرق روحه كي قال لي ما تعملوش ثوره وبعد حرق روحه كي وقف مع النهضه صاحبي وقت فلوس وقت عد تو وقت عد خويا وقت اسمعني فماش فلوس يا صاحبي في تونس ما فماش فلوس ربي ريف صحاح طلعوا هكا طلعوا سويسرا يا ودي ما انا دي جي كوستا يخلص دي جي كوستا كتلع معايا نهار التالي وفي لايف وقال لنا الراب فيه فلوس دي جي كوستا الوحيد يسب في السيستم الرفيع فما حد يسب في السيستم انت تحب تو نطلع رابير من بعدك نغني انا نغني انا نكتب في غنية ونفسخ نكتب انا تفهم فيا اما ما نغنيش معناها نهبطش في استديو ولا حكي نكتب ونفسخ اما شليه مثلا تجي انا احب شكون احب عبيد تسب السيستم تفسر الجينيراسيون طالعه شنو هي قحب السيستم تفسر الجينيراسيون طالعه شنو هي رانا احنا كيفاش متحشينا مش يطلع لي عبد انا يبدا يحشي فيه على الزب يقول لي انا فلوسي وتجسني تجسني في فلوسي وزب انت عصبه ليك انت فلوسك فهمت اطلع في الدرس قبل ما نطلع على الميديا كيف نغني حب روحي حب نسمع كلام جديد حب نسمع تكجيم حب نسمع كلام تاع ربط اللي هو نساوه العبيد من الكاسترو قالك فما غنية نكتب فيه للروحي مانيش نكتب فيه للعبيد قالك انا نغني للروحي راه فما دي رابور يعملوا فيه في غنية لرويحهم مش للعبيد قال الفينيكس مثلا افيرو قالك افيرو عبيد حتى كلاي قال افيرو ماش رابور ماش رابور افيرو اما شني قال قالك انا نتنيك مع روحي انا نحكي مع روحي في المراية وخدم في البيت نتاعو معناه كي غنى في المره الثانيه في المره الثانيه بالبدل بلاتا تيون حكي قال لك يحكي مع روحه انسان يحكي ويجاوب في روحه معناه انسان يدخلك في خماضه في مخك تبدا متكيف انت ولا تبدا متكيف ماري ولا متكيف اي حاجه كيف خضره ولا حتى خلي يدخلك بعضك تتفرج في التيتر نتاعو مرئيه يدخلك بعضك فهمتني خويا نحن انا مخ العدرة يزلنا نشجع بدنا نسمح لشكون حكي عليه عمر كيمات عمر كيمات نقزكم عليه اسمعني البارح حبت ستاتيو على الفيسبوك نتاعي على اشرف كعلة طفله تعرفت عليها منا قالت لي ادخل تفرج في الاغنيه نتاعي حطتني على اليوتيوب وليت امي معاه معناها عادي في امريكا كل يا كحله يا كحله انا من اكبر فريت نتاعك وديما نتبع فيك ونتبع فيك باش تبدا تغني بالترابي واصحابك صحابك ومعناه في امريكا وكل نتبع فيها ومعناه ما نكذبش عليك من رسمي خاطر نسمع في هيب هوب وفي ستيل زبور فهمت اما انا نحكي على الرابريت في تونس معنا فيك على تي في عليه زبور انا ما يضر لي رابير زبور كان الزبي اللي يوعي العبيد وعي جينيراسيون جديده الزبي طالع جينيراسيون فروخ كي الزبي ايه حتى تستخدم على روحك انت علامة تبيع ما عندكش مستقبل في تونس علامة تبيع انسان يكتب كله ما تحرقش عليه تقول له احرق ونهايتها حرقه وزب وتحكي له زطله وزب زطل ما تحكيش خويا اغني انت زب شيخ اما خليه يفهم انت شيخ بتكجيم خلوش يفهمك شيخ تقول له راني زطل فهمت صاحبي اسمع انت خدمت على الاخر اسمعني دي كاس البليد ايه والله ليه عم برشا حاجات يا صاحبي ذاك علاش قالك ايمن كان سمعنا حاجه تراه سمعنا حاجه ماك تغني ليه انا سمعك ليه صاحبي انا نكتب ومفسخ ما ندخل بعضي برجوليا تراك وكل اول مره مازال موجود في النجمه سمعنا حويجه ان شاء الله مره اخرى كي نجيب الورقه اللي كتبت فيها تنسمعك مريقل ما انا خنطلع ولا نغني حكايه معناها من تو ما نجمش برجوله هاي خلت العمال بليدوك خويا خليه يحكي كلمتين خنشوفه سايب بليدوك برا طلع صاحبي وان شاء الله نفهم شنو نحكي عايشك هنا مريقل جاوك بيه مريقل صح رايك ونحترموه خويا عايشك عايش صاحبي حبيت نقول لك راي ولاد بلاد بتبيعتنا وكل وشنو هي خاطر تتورد اللي يسميوه فيه يسميوه فيه فرير حتى انت تحب عليك تحكي على الرجال في تونس تاي وتحب ياك راضي وكلاير البارح ما تصورين ياك رجال تتصور هكا قال لك انا عثمان اقوى لايف طلع معنا هو عثمان قال لك انا نكلاشي في العبيد والعبيد كل اصحابي واخواتي قال لهم انا نكلاشي فيهم واخواتي واصحابي ونحبهم قال لك لغه راب اكيك اخويا اما رابح بيبي واصحابي شنو هي الراجل الزب يخدم يكسر في الزبه قال له ما بتني في الوير نتاع الزبي فرير ثم فرير في الزهروني يا اخي بالرسمي فما فرير في حوم شعبيه امبوسيبل ما تسيرش صاحبي في حوم شعبيه فما البي والخايب فما صحيح فمش برشا فرير في حوم شعبيه كيما ما فما عبيد صح في حوم زبابر فهمت فما عبيد صح في حوم زبابر مثلا انا مولود في الحفصيه
تنفيوناش في المروش مش معناه انا من المروش حمى جديده معناه انا فرير فهمت اما شنيه ايش نفسر لك اللي راهو الكاسترو راهو مانيش نحب نفسر العباد راني مانيش الرابي ومانيش رابير ومانيش حتى شيء ولا اني حاجتي بالبوز ولا اني حاجتي باش نطلع ولد قحبه اصلا انا بعد حاجتي كنت عامل مزيد فسخ ولا اما شنيه صعب ما نفسخش راني بالله خلينا ندخلوا سيف اه سامحني انا اول مره ندخل معاك وكل فهمتني يا خويا بريقل كان سمعت فريستايل راك حشيته على خوك صغير راني خوك صغير لي كما كي نعرف عليك نجبد عليك سلاح وتعدى اقوى زخم فريستايل اللي هوني كما عاش بالها اه ولا عندي بيستولي حتى انا راه عايش في كرانيا مش في تونس ديما ديما سكر سرويل باش ما يخرجش البيستولي جاوك احلى جو ماما جوي عايش خويا عايش ما نحبش حركه مع الدار هذيك علاش تاو 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 برا صاحبي سلامة وينك يا ابن الدوغ وينك يا سيف خلنا نعملوا سريع خلنا نحكيه شوية راب يا سيف يا ابن الدوغ وينك يا ماما سيب رجيل يعلم بها ربك فيش تكتب وتخمم وصار الليل و سيب رجاك سلي سيبني علي يحكي عنده صار ويكتب يا ركب مالا سلع أبو استاتيو على علاء تحشي فيه علاء ما فهميش حد يتكنس كيفه نا أخوه يخدم على روحه أنا نقدره قدر أي رابير بالرسمي يخدم على روحه أخوه عبيد يعلم بيه يا ربي عبيد مسبحة يا زبي راهو راوك إن شاء الله فما على قريب شتابة يبشابة تيتر وتقحبة في تونس وتقحبة ياسر راهو عبيد يعلم بيه ربي ومرقدة دنيته ومرقدة عالمها وبعد يطلع واحد من اللي فرير الزبي هذا فرير يدي يلعبوا له في حومته قبل ما تقول انتو قبل ما انت تقول له فرير يزولوا ساقي في حومته رجيل تخدم على رويحة وتكتك ويعلم بيه كان العالي شبيكم الزبي غاني هير غاي يا اخويا امشي نجيبو سيف لي دوغ امشي نجيبوكم سيفون يحكي على الراب ويحكي على هي العباد كي تبدا تكتب وتفسخ يا لبيك هيك قال لك نكتب ونطيش احلى سيف بلي دوك احلى كحله في العالم يودي كحله نيك الدنيا الايامات خويا خويا تعدى السلام عليكم شاع سيجارو فركوه من كحله فركوه على كحله اسمع الولاد راهو ذا خويا راهو هذي عشيري باش تبدا امورنا واضحه وجونا احلى جو معناها اللي غلطت معايا غلطت معايا اللي ما عنديش زوان انا بالله بالله قديش عندك كله انت وين في استوديو توا لا لا في الستاسيون مونتاج قاعدين منجو في حكايه انت وشكون شكون اللي معاك انا ما نعرف ديما بعمالك احلى برو احلى برو احلى برو يا شروش ايه بالله ميسالش ميسالش كيفاش انتم كي تكتبوا وتفسخوا وتيشوا يعني بيكم العالي وتمنتج وتنحي وتعاود خدمه سهله ولا صعيبه تكسير زبوب صح وليتنيك اكثر تبدا تخدم مقطع جعبك خويا وربي يعلم معناتها من بعد يجيك واحد يقول لك هي الزبي تو هذه موزيكا ماذا بيك تنيك تخرج له من الكرون صاحبي تنقب له راسه بالبوني وترجع سي نورمال تو موزيكا خويا بحر كبير موزيكا 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 جنينه وفي زكمها 100 ورده خويا وانت الورده تحب تسمح تحب تشمها معناتها فهمت هكاك نحكي وعزبر حاجه عامله يا كحله انت لقدر خويا اه نو لازم نقدر خويا خاطر عليه عليه يدخل ينيكلها اما انا كي نيكلو بلوك غدا مش يجيب له اعز رابور عنده هو كي نيك بلوك غدا ولي معش يرى اعز رابور عنده انت تحب على كلاي نجم انت تزلت توا نيكلك انا ببلوك غدا ما تحضرش على كلاي تتحشي لك ليك انت ولا انت البازا احترمه هو يودي وخيين الناس الكل اصبر حاجه اصبر حاجه اخدر سؤال تسال جاوبك مع حبيبات في بعضنا تيش عنا نحن زي ما عنا شيء انا اقول لهم يا سيف انا قلت انا اقول لهم يا سيف برا قول يا سيف راني ما نسمعكش جيب لي الدوغ ما تعجبنيش يا كلاي ما تعجبنيش لوجيك يا لوجيك
بالرسمي يا بلتي راك وليت تخدم ياسر كوميرسيال مع راني نسمعك ولا عبيرو قالوا صحيت كي يحكي يسمعك يولي يحاول باش يعجبو فما تحاول اعمل له حاجه يريقو هو جو هو يفهمو يا اخي شنو الببليك هذيك هي اش قاعد نعملو نحن هذيك الموزيك واحد هكا يسمع كريتيك بيج من فازيت يا سيف البارح عليه عدى ثلاثة ايام ما بطينا عليه ستاتيو فرير هذا فرير هذا فرير في الزهروني يودي قص يودي يلعبونه قبل ما يولي فرير يودي راح هو ندحه نعرف الزهروني ونعرف الدنيا خرج منها الميجاني خرج منها حاتم ود العارية برضوما خرجت منها رجال قالوا فرير نستخدم على رويح العبيد خويا نخو مع الرابارات شو محلية البارح قبيل عملت لهم أقوى تصوير راه كلايبي بي جي متصور هو الرادي هو والرادي متصورين وفي الحنة في حنة كلاي ذيك في الحنة تاع كلاي يعني وكان باش يصير لايف بالله حكاية جمعة التالي أنا وياك وكلايبي بي جي ولا أيوا باش يصير لايف على قريب إن شاء الله يروح بركة وفي تركيا وتو يروح بركة باش يصير لايف قبل ما يبدأ التيتر إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بحول الله فما علاش قلت لهم أنا وعدت وكلاي جي وبلي دوك جي وباش نعملوا لايف وخيانة الناس كل اي بقوت ربي اما صاحبي راني انا ما نحملش ولاد بلادي صاحبي رغم اللي راه نجم نولي نغني واكشف والمهبله اما تدخل انسان تقول له فرير وتدخل انسان ولا فيس بمونجيلا ولا فيس بشركه يخلي لعبت ديك الحاله يا اخي شكون اللي يعمل الراب سيف شكون اللي يعمل الراب لحوم صاحبي لحوم يا اخي انا بابا عنده مرسيدس وامي عندها بي ام ودارنا على تروازيام انا ومتربي في القطن نجم غني غنيه نتاع راب انا نحكي على الفقر ما تجيش انا نحكي على الفقر على بيت زبي انا متربي والله كعلى يدي كعلى شناعه صاحبي لوجيك احلى ايجال لوجيك خويا ما نحبش خويا اسمع الحقره في اللي رابور ولا في الرجال انا كرز منها مانيش نهزو في الطحين للعباد اما فما لوجيك يتقال خويا فما لوجيك يتقال صحيح صاحبي صحيح يلموا الزب 10 8 من الناس فما واحد قال لي تجيب الرادي انا نخرج من زكم والجروب واخرج من سرمم والجروب على ذكر الرادي خويا من ارجل العباد اللي ريتهم خويا الرادي صاحبي والله تك والله قال لي والله كحله جابوا لي قلت له اخرج نايك من الجروب توا في بالو معناه انسان رابور يا ديرو انسان شعبي حوميني دلول نحبوا روماني على الاخر وليد على الاخر والله وابو حميد اللي قال كاس ابو حميد جاب لنا ريان المره الاخرى محلاها زاد الفاز اللي قوس لهنا ادي اللي قوس ديما اقوى سالون دو كوافير خويا في العالم هذاك بالرسمي احمد اخويا هذاك العز صاحبي ها هو نظر دلول والله دلول ندلوا عليه ومحلاه اخويا اسمع عز الناس واحلى عبيد وفيف لاتينيزي بيس اللوف تونس صاحبي والله 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 العظيم ربي يقدر الخير وربي معانا وكا اي اخوي سليم احمد اسمع شوف يجي يسب رابور وهو يحب الرابور الاخر ايش يعمل يمشي يسمعه ومن بعد كي يشوف رابور وكلاش هذاك يولي هو معاه ويهبط عليه فرير يختار من لغه الفرير نتاع الزبي وقتاش تلعب لغه الفرير هذه برشا 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 معناتها توي سبان امه برشا تطيح قدر وبرشا لغه عرفتها تبي واحد الزبي بدي يا ربي يعلم بحاله الزبي كيفاش وزيد تطيح قدر منيك يا ودي القدر عندك حاجه تحب تسمعها ما عينكش زابي خويا نقطه رجعت استر ما نسمعكش ما تعجبنيش اغنيك منيك ولا تبعت لوجيك ولا دورتها ما نعرفش فيه ولا خرجت من جروب صحيح الزبي راه اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله اللي عنده اقوى 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 هذيك اللي غنى مع كادريم عنده اقوى رفران في العالم تيبين شكون هذا غنى مع كادريم هاي هاي ريتو تيبين خلص عملوا له في فلوريدا ولا قطع بجروبه ايش عملوا له قتلوا له بنت اخته تخدم في السي في اس في فارماسي جبي حتى من بالليل تخدم في السي في اس دخلوا قطع من الجروب توا تيبين يعيش في اتلانتا جبي والله العظيم التيبين يعيش في اتلانتا كان هو من فلوريدا وواحد من الكحلين اللي يربي معايا بو مش ناز مش بي مش هما واحد من الكحلين مره طلع معايا في لايف ولا مرتين
كان معاه في نفس الجروب وعملنا معاه مدوينه وطلعوا له للسي في اس وما قاهوش ما قاهوش دار قتلوا له بنت اخته ويحكيوا لزبي على الراب زبي هاي شوفها شوفوا انسان شويه عاد الكلاب بيجي قال لهم خرج لهم قال لهم انا الفلوس اللي عملتها كل شريت بيع دار امي في بيت جديد معناها شريت بيع الفلوس اللي عملتها العظيم والله صحيح صحيح واحد هذيك هي الزبي سهوله لعب بنيه كذا اخويا كحكيح وزبي امريكا لعب زبي زبي كحكيح زبي لعب صحيح المره الاخرى فدلك انا مع كحلوش جبت 9 ميلي جبت 9 ميلي وهكا رجال حاضره وتشهد حشمت انا زبي والله حشمت حل الكبوت حشمت زبي زبي عبر يجبد في عبر يجبد في عبر خطوه ديزولي احنا قعدنا الزبي اشتاكي معاه والله زعاد زعام كان فرير بليد دوغ موش ناجح ما عندوش جمهور غنيه منيك يتبع في الفلوس سيبوا علينا اخوي خلي العباد تنتج شجعوا بعضنا والله العظيم نهزوا بعضنا نهزوا بعضنا يا ودي مالنا الخيان مسلمين يا ودي ما عندناش لغه نتصورها تدخل في زبوبنا كحكاح وزبي انا نايك 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 اخويا قدر قدر تذكرها تصوير البريفي اي صاحبي لا بس نيح صاحبي عندنا كان بصوا على بعضنا في تونس والله العظيم نحن بلاد برا كحل اسمع كعبتين وكعبه اخويا الغالي هاي بوسه كبيره اخوي وكيما تفهمنا على قريب مريق جاونا به واحد ناس وما قريتش برشا كومنتريات تاكو يسلموا برشا انا عم بوزينكم والله العظيم تنرجع بعد القلوب يا رجال القلوب القلوب هو كلاي على الطريق معنا في اللايف ماشي القلوب يا عوته ماشي ماشي احلى ناس واحلى شعب الوي اخوي هاي ماشي لها دورها دورها شويه يوتيوب دورها شويه يوتيوب وفازيتك دورها اي نحط لهم احلى بلي دوغ خويا شويه بلي دوغ خويا انا ديما نحط بلي دوغ قبيله بركه ديجا في الاوبن مايك لعبت لك دينيتك ينام بوزينك زيد معك اسمع خلي الفريستايل الاولاد تندلوا عليه في الفريستايل خليه على حسابي انا مش توا سايبوه الفريستايل والله والله تشنع والله سايبوه خليه على راحته الفريستايل من عندي انا كان ما عملش فريستايل هو وكلابي بيجي خويا حاسبوني انا والله ما سمعك ما سمعكم جديد والله العظيم والله العظيم لا يا شيروش عاش خويا ينام بوزينك كثير بارك الله عايش اخوي السلام عليكم عايش اخوي سهى بابا السلام عم سمعكم بلي دوغ عم سمعكم نيكس ليفل الاولاد اي تنجح على الاخر نعم بوزينك يا قاعد اخوي عايش بيك سلام عايش بابا تشاو امني اخوي نشجع ولاد بلادنا اخوي اختانا من لغه اختانا من لغه فرير شنو هي فلير فرير اختانا من لغة فرير الولاد اختانا خلينا نشجع ولاد بلادنا رانا راهو في امريكا في كل ناس تقعد 7-8 رابارات شجعوا ولاد بلادنا خويا شجعوا ولاد التوانسة يا زبي خليني كل حالة خلي يعملوا برشا فيو يا زبي خليني كل هما لا هو بلي دوغ Back motherfucker. لا 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 نو فرير ولد في تونس عبارة يرخف فرير في تونس ولد يرخف سامحونا على السلاح الاولاد احنا جبدناه هاو هو رجال في كليبه ان شاء الله ياب هاك عملوا لكم كليب في اليهودية ريتو في اليهودية راهو الكليب هاك الراجل عامل لكم كليب في اليهودية لغة سناب والعالم احلى بلي دوغ
خويا شجع بعضنا رانا كعبتين وكعبه خويا رانا حومه في حومه كحلان رانا بالرسمي رانا حومه في فلوريدا رانا حومه في اتلانتا شجع بعضنا خويا نقفوا مع رجالنا نقفوا مع عبادنا راني عامل لوب المايك راهو برشا لغه وبرشا قحف مش اللي يجي يصمروا راهو بالرسمي كوب المايك خرج منه برشا رجال وبرشا عباد عرفت بعضها خويا بيد دوك عرسه نتاع راب في تونس اي ماما اي يا حمدي كحله وين خبرت صاحبي انا موجود على قبيله برقع عند ساعتين تيري بحذاكم علاه جاب حاجه جديده في تونس جاب يخدم على روحه نشجعوه خويا نتاعنا ود بلاده وامبوسيبل فرير يطلع في الزهروني انا نظن لكم بها الحكايه هذيا امبوسيبل فرير في الزهروني راهو يحشوه ماما يلعبوا له انا امي يطلع شويه يعفسوا فيه اللي يطلع شويه يقولوا والديه صاحبي اللي لبس منقاله يقولوا قطعوا له صرمه انا مره اخرى عمل لايف قال يعطيك عصبه يا جبري لابس مرايات نص الليل ل 11 سكت الزبي هو عنده 11 وانا عندي الاربع ايش تحب يقول له مريق القتل صعب حتى بلوك ما نتلوش جابت الرجال ان شاء الله ربي معاه ربي معاه خويا خلي العباد تخدم على رواحها نعملوا دو يا مون تنجح علاش ليه ان شاء الله يا كحله مونتاليتي تتبدل سي العباد ما تعجبش ما تخرجوش منيك ربي يعين الناس الكل بلي دوغ اسطوره اي خويا ربي يعين الناس كله خلي العباد تخدم على رواحها خويا ونعاونوا بعضنا وننزلوا بعضنا يا زبي بالرسمي نحترموا بعضنا انا برشا عباد الزبي مع انا والرادي عملنا 1900 فيو ومن بعد عملت شان يوتيوب نقى الزبي ولات نتشحك باش نوصل 900 والالف باش يعملوا له يعملوا لي ابوني في كحله تي في ما عادي ما على باليش اما بالرسمي نحن مع الواقف رانا سيبوا زبوبنا خلي الناس تيك الحاله خلي العباد تنتج فهمني خلي العباد تخدم على رواحها اخدم عجبتك مرحبا ما عجبتكش خويا شجع الراجل شجعوا العباد خلنا نختار نطلع شكون مش يطلع معنا ويه ابو حميد ابو حميد والله العظيم ما نجمش ننفيتيك بيه مريق عطا انفيتو ننفيتو شوية عبيت فما عبيت حب تحكي بارا ابو حميد اليغانس مرحبا بخوي ترموا بعضنا نقفوا مع بعضنا ذي احمد باليغانس اللي حم الكلام بي بي جي نحن اخوي ما اخوي الموضوع جديد داي صلي على النبي خلنا نظفر واحنا شوي اي خويا تنجح تنجح ايش نية تو كيف هي الحكايه صاحبي هو صاحبي خويا الغالي بحثاك وما نجيش يا رينا دخت راني انا دخت 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 نحن شبينا التوانسه كنت ربعتنا بالحق يا كحله راه والله يعني اخر مره كنت عديت معاك برشا عباد يعرضوني في الشارع يقولوا لي شفناك مع كحله يعطيك الصحه وبرشا ناس قابلوني في الحمامات زاد نعرف حتى من كسر صباع راه عرفتك اني تو كنت نتفرج على بلي دوغ حبيت ندخل على خاطر اول حق مره دخلت على خاطر كيت المره دي دخلت على خاطر بلي دوغ انا سلت عليك قالوا لي برشا في الدنيا ابار موسيقى وابار كل شيء معناه فهمني اي نحن نحكي موضوع نتاع التوانسه شبيهم كنت شبينا كنت ربعضنا بالرسمي خويا حسنوا لبعضنا الخير خوي لازمنا نقفوا مع بعضنا خوي نعاونوا بعضنا لان في كناش تلقى اربع خمسه تربي تعالنا عشرة انا كنت تحكوا عليهم مش كل ضدي ودار شنو وبعد كل مره كي قابل اني بحكم كنت بعيد ياسر على الدومين معنا في وسطه معنا نخرج ميديا كل شيء ما عنديش صحابي تبعين موسيقى وكل شيء لي بروز هذه بديت نقرب من كلك ارتيست فهمت اها بدهم ساكن في ناس المواضيع فهمت يدي حلول يقول لي ها ولعبت تسب وبرا باش تعمل برسمك ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الامور ويتحسنوا في مخاخهم شوي انا نعطيك حكايه ريت اللي يسبك اكزامبل اللي يسبك اطلبوا بالكام انا نعطيك انا مخ الهدره اللي يسبك اطلبوا بالكام تشوف كيف ما يهزش هذا في مور فيسبوك اسمعني خويا كيما الفيسبوك في حاجات باهية والسوشيال ميديا اون جينيرال في حاجات باهية تعرف على الرجال وتتعرف على برشا ناس وتنجم تقرب لبعيد فهمت كيفاش كيما زاد فيه فروخ صاحبي عشاك
ما نجمو يعيشوا كان ورا البيسي، معناها فما كلام يقولها لك في وجهك وما نجمش يحكي في وجهك بحكم استغفر الله يا ربي. شحال فما حاجات تحكيش في اللايف، اما نحكي لك معناها ما عندهمش الجرأه العصا صعب يتكلموا في اللايف، يجي ورا البيسي ويكتب تيك انا شو هم استغفر الله يا ربي. قالك لايف، فما واحد مره كلاشك لايف نحكي نويا، قلت له شبيه هذا، تلفت لي قال لي برسمك شوف بدنا ما فيش طميعة صاحبي 50 كيلو يوزن هذيك ماما، هذوما زاد ما فيهمش طميعة صاحبي فهم، خاطر كان جيت فيهم طبيعة عمرهم ما يتكلموا راه البيسي توا ريان برجولي. انا بطبيعتي محضر كلاش، راه نهار تمشي معايا كلابي بتجيب نحضر له كلاش راني انا صاحبي، تعرف علاش ولا ايه؟ شكون كلاش؟ الكلاش انا محضر له كلاش ينيك في الراس صاحبي. لا عداك اخويا راه خلنا احكي لك عليه، مو اسمعني عاد احكي، مو نحب نعمل بيز، نحب نولي معروف صاحبي يزني من البيز اخويا حب نطلع في البلاتويات عزيري، حب لطفي العبد اللي عايت لي نولي معروف نفسي نولي معروف فذلك عليك نعم فذلك عليك اخويا هذاك اخويا هذاك عزيري خطر فيه هيك وهيك. نحن اخويا التوانسه يلزمنا بالرسمي نبدلوا من بعضنا، والله يلزمنا نحبوا بعضنا، يلزمنا نشجعوا بعضنا، تي عندنا تي 20 رابور كل في الكل قعدنا كان علاش انا كي طلع معايا لايف قلت لك كان في دوم، مش كان في دومان الراب معنا فما الكره وقله الخير وكل رميه العصاف العجله بارتو معنا في استغفر الله يا ربي، تو يجيك امام جديد في جامعه يبدا يقحروا على الجنب امام معنا اليوم باش يصلي بيك فهمت كيفاش؟ معنا مش مربوط راب ولا موسيقى بانكا ولا بارتو تونس الحج والبغض وقلة الخير بارتو معنا حاشا رجال. ما تقوليش حتى امام يطلع كلاسي في العباد اللي تغني لا مش كاك قصدي، قلت لك امام يولي في الحومه جديد في الجامع تلقى العباد اللي قول على جنب عرفت زي ما شم جايبك فانا لي بيت نرمو الناس كل تحت انا مروح بارتو صاحبي ما مش مربوطة ببلاد معين ربي يديهم خويا. اسمع شوف هو راهو في الجروب هذا يدخلوا ساعات حتى انسان يعمل 10 فيو تقل عبيد تسب فيه، انا الحمد لله بال 300 200 فيو بالمئة اي صفة متاع فيو نحترم العبيد والعبيد تحترمني عليه، نعمل في حاجة شبيبة نضحك مع العبيد ناخذ بخاطر العبيد ياخذ بخاطري وان شاء الله ربي يدوم لنا عشرتنا هذيك هي هلا غالب. فما عبيد خارجه على الموضوع تو كيما البارح هبط ستاتيو تسمع فيا ولا تو هبطوا على ستاتيو على الراجل كاتبين عليه فرير علي الراجل يخدم في خدمه مهبوله، كي انا عملت لايف ما لقيت حتى حد قال لي راهو فرير بالرسمي حتى حد هكاك احنا توانسه صاحبي البقرة كتيح تكسر سكاكينها والواقف الناس كل تقف معاه خويا يخدم على روحه ربي يعينه برجولي ربي كان يعمل في حاجة خايب ولا باهي بالنسبة لي يعني ما نضر حد ما يضرني حد فهمت وي خويا. اسمع يسلم عليك علي الخماسي ومحمد شيخ وحبيب واسمع رجال كل سلم عليك خويا الله يخليك وشناهي الخلايا اللي تحب الناس كل كي نبدا قالك انا ومكرسني الغنيه اللي تحبني نذكرها غير من غنايه باش تخرج ان شاء الله على قدام فهمت لا 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 فما حاجه انت ديما تقول لي يا كحله كي تبدا مكرس الغربه وماكش على ماكش قد بعضك فما حاجه نحبك تسمعها اللي هي اثنين سمعها لي مره اخرى اي حيرش صاحبي هذيك اي عايش خويا الغالي نعرف فخر اسطوري وفينومان وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش نعرف فخرتي تحت تراب اسطوري وفينومان وما يحكمش الكبيرش حومة وزنقي واصحاب اللي حبوني واللي كرهوني يعرفوني ما نحيرش يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش يعرفوني ما نحيرش واللي في ريوسهم ما يسيرش يعرفوني ما نحيرش وديما مني ما خيرش يعرفوني ما نحيرش واللي في ريوسهم ما يسيرش.
واسمع يا رئيس يا رئيس تونس صغيرة برشا تونس صغيرة برشا تسمع بيه هي العالم كامل صح وانا راو عملت لي ديديكاس في التاتو نهار السبت راو سني الموضوع وفي بالي بكل شيء كيفاش خاطر حكيت لك قلت لك راو في الحمامات جاني شكون وبرشا يجوني في الثنيه قبلهم في سرونات قالوا لي شفناك مع الكحل قالوا لك ديديكاس لاشرف كحله وانت طلعت في التاتو قلت لهم ديديكاس لاشرف كحله والعباد تطلب وتعاود وانا وقتها ناخذ على غالب مانيش حاضر ويرحم والديك وديديكاس الأحلى أبو حميد إليغانس وأحلى رجال جملة وأحلى عبيد وخويا يأخذ بخاطرك ويأخذ بخاطر رجال جملة ونورتنا معلم نعرفنا نسمع أخويا نسمع أخويا حطيت أستريم من الانترنت خاطر أني ما عنديش تيمو بتاعك سيدة باي 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 عيشة مردة حب نشوف قدرك نشوف حياة جديدة لسرقنا لخطفنا والدينا فرحنا في الدنيا هذي حد شي يوقفنا باي 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 عيشة مردة حب نشوف قدرك نشوف حياة جديدة لسرقنا لخطفنا والدينا فرحنا في الدنيا هذي حد شي يوقفنا أوو ياي أوو ياي أوه ياي ليلي 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 ليل مقطع صغير أحلى رئيس يا عبوك زين يا أخويا يا رحمه دي ولا عديك أخويا نسهم بعض عليك يا كحلة يا عبوك زين بربي 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 في بلدوك صاحبي ونحبك أخويا تعمل لي ريشيرش على أوجي كان تعرف أوجي خطراني ادخل كحلة تي في اخوي ادخل كحلة تي في تتلقى اوجي وعندي نمرو وعندي سكايب بتاعه وعندي كل شيء عندي شهرين ما كلمتش وديزكتيف الفيسبوك متاعها وفهمت نعم والديك اخوي كان عندك نمرو ولا اليوم تاع فيسبوك متاعها ولا كان كلمك قول راو رياني يسلم عليك برشا وقال لك اتصل بي فورا خويا انا ما عنديش الفيسبوك نتاعك اما دوم ما كامل اللايف نبعث لك نمرو على احمد ديلي جونز احلى حلاق في العالم ريقل خويا عايشك يا كحلة ما فما حتى خويا عايش خويا الغالي انا تكبر جيال يا بابا بيس اند لاف احلى ريان واحلى رجال واحلى احمد ديلي جونز واحلى سيفلا بلي دوغ واحلى رجال لوي وجمله واحلى علي الخماسي ورجال جمله وينو سبارتا نو يا ايوب حرام عليك الكلام هذاك حاسيلو بيس اند لاف الناس الكل تشجعوا بعضنا تونس ناخذ ديما مع بعضنا بالرسمي هاك شفتوا محلاهم برشا رجال النامس اللي يعني بي عليهم سي سون دي ستار هما رام ستار اما رام ولاد بابا الله ناس متربيه ناس بالرسمي ناس تلقى الاحترام تطلع تضحك تلعب تحكي معانا راهم متاعنا بالرسمي كيما نحن نحبوهم كيما هما يحبونا اما ما نجمش يجيب بالناس كل ما نجمش يقعد مع الناس كل اما كتواتي يطلع معنا ويضحك ويلعب معنا وياخذ راحته معنا وبرافو للرجال الناس كل يعطيكم الصحه راي سامبل معناها برافو كحله تعنا مره ندخل في اللايف نتاعك ونلقى ريان من لازر ثاني مره ندخل في اللايف نتاعك ونلقى ريان اي اخويا ريان نتاعنا ندلوا عليه ابو حميد اني تايم صح وان شاء الله على قريب قبل ما يابت التيتر متاع كلاي بي بي جي وهو سيفلا بلي دوغ ديجا هكا قدامكم قالكم راه مش نطلعوا معاكم في اللايف معناها ديجا انتم تقولوا لي وقتش كلاي وقتش كلاي سيفلا بلي دوغ وكلاي بي بي جي وديديكاس الملوكة ودباب جديد يروح ان شاء الله كلاي من تركيا وقبل ما يهبط التيتر متاعهم جديد راه مش نطلعوا معنا لايف وباش نحكيوا معاهم وكل عادة نحن ناس نحبوا الاحترام ما تحبوش الاحترام حطلكم ما تحبوش الاحترام ونشنعوها للسبيح احلى ناس واحلى عباد ما تشيز النزل see you later ما نيكس هاي peace and love ناس كل take note.